وانا بطلب بتحاسب ولا ايه؟ اسحي بليز، الدنيا ضلمه قوي وانا خايفه. ايه؟ ايه يا بت، قال لي راحتي ليه كده؟ ما تنامي، اتقال لي راحتك يا بعيده، نامي. مش هينفع، انا خلاص صحيت، وبعدين الباب مفتوح وكان في كلب في الاوضه، يعني ممكن حرامي يدخل علينا واحنا نايمين. اول ما حرامي يجي صحيني وبعدين يبقى اقوم. مش هينفع، انا خلاص صحيت. اصحي بقى، اصحي. طب بص، بقول لك ايه، شغلي النور ونامي تاني عشان خاطري. بس بقول لك ايه، من غير صوت المصانع اللي خارج من مناخيرك ده. يا رب يا رب، هو انا وحشه يا رب؟ عملت ايه غلط في حياتي تجازيني بالبت دي يا رب؟ ايه يا بت، ما تفرقيني يا اختي، قاعده على قلبي ليه يا حبيبتي؟ ما انا اكيد همشي واسيبك، بس لا ده مكانه ولا وقته. قومي بقى شغلي النور عشان ما اعرفش هو فين. صبر الوحشه على الجحش يا رب، يا مصبر الوحشه على الجحش يا رب. هو اكيد لو في جحشه هنا فهو انت، فربنا هيصبرني انا. هديكي بنفخ امك يا شيخ. ساتر ساتر، واحد ناقص. تصدقي يا بت ان انت عامل لك راديو قاعد لك؟ اللمبه محروقه يا بومه. ما هي لازم تبقى محروقه في مكان مهجور زي ده. هو اكيد اصلا محروقه من قبل ما اقابلك ولا اعرفك، يعني انا ماليش علاقه بالموضوع ده. ده غير بقى ان البومه من الطيور الجميله. اسم الله، وكانت العرسه الصبح ايه، مش بالطيور الجميله؟ العرسه من الطيور؟ انت يا بت متخلفه؟ انت عايزه يا بت؟ ما تتخمدي تنامي الصبح يحلها ربنا. انا هعمل ايه بالنور الصبح؟ ما الصبح بيبقى اوريدي فيه نور، انا عايزه النور دلوقتي. جرايه يا اختي، هو انت كتبتي عليها في البطاقه؟ اترازي، خلينا اروح اجيب لمبه من عم توفيق. تعالي هنا. هتسيبيني مع باباكي ومامتك وجدودك الميتين هنا لوحدي؟ وانت طول يا بت تقعدي مع ابويا وامي؟ انا طول يا متسوله؟ انا مش هقعد هنا لوحدي، انا جايه معاكي. طب شايفاكي والدنيا مش ضلمه،